الآن السلام عليكم قبل كل شيء ورحمة الله وبركاته. الآن سنحدث على حاجة خطيرة جدا، هو أن الكنائس معظمها تقول أن المريم البتول عليه صلاة وسلام المتعالي الخالق المشرع سبحانه وتعالى أنها أم الإله، لأنهم يعتبروا اللي سيدنا عيسى عليه السلام ليس بإله بل مخلوق بطريقة معنا غير عادية فقط وهو من روح الله عليه الصلاة والسلام. هل المنطقة ذا منطق الكنائس في معظمها، هل المنطقة ذا يدل على أن الكنائس على وعي بمرضهم، اللي المرض ذا جاي من عدم وجود حاجة قليلة من العقل؟ شو هو العقل؟ يعني الإله يجب يكون عنده أم هي سابقة له، واللي مش يتبع الأم لا يتبع الإبن، وهذا محض باطل ودليل على مرض جنوني لهذه الكنائس، لأنه تقلب الموازين وتقلب الأحداث وتسلسل الأحداث. هذا دليل على أن الكنائس دي ليس عندها ولو ريحة العقل. ولهذا قاعدين يتبعوا فيهم، ويقول لك أنا مسلم ومسلمة جئت أعتنق ديانتكم، احنا يدل هذا اللي يكونوا هذوكم مش مسلمين وليس لهم آثار عقل ولو آثار بسيطة، وهذا مش دليل اللي الإسلام على خطأ والكنائس هي على صواب. إذن كنائس معروفة بتحزب أجزائها، بمعروفة بعدة كنائس وبنايات كنائس أخليت ممن كانوا يصولون ويجولون بالكذب وعدم الاعتراف بوحدانية الله، وكانوا ما يخدموا خدمة إلا ما يكون في حسابهم الخدمة ذيك حين تؤثر على البسطاء البسطاء ذوكم سيمنحون مال منا في مقابل أكل نصائح، اللي هي ليست بنصائح بل هي بذور شر وبذور فتن وبذور يعني نهاية السلطة لأهل الكتاب، لمعظمهم هم أعداء الكتاب أي الكتاب الإلهي القرآن الذي قال الله فيه أنه لن يمس وأن له لحافظ. وقلنا حفظ الله للقرآن يتبع حفظ اللغة الفصحى على كل الأزمان، في كل الأزمان وفي كل البقاع الأرض. القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، وبأنه كلام الله فهو دائم دوام الإله الذي لا نهاية له. الله لا بداية له ولا نهاية، بل هو الذي خلق البداية والنهاية لكل شيء، وهو الذي خلق الموت والحياة. ورب يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا أحد يقدر على عكس ما قدره الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه قال لنبينا عليه السلام اللي يتمنى بس أقاربه يشملهم الإيمان بإله واحد سبحانه وتعالى. والسلام بالتمام والكمال على أمة الإسلام، والصلاة والسلام على الأنبياء والرسل الكرام.